بعد أن أعلن عن بدء معركته لفضح الفاسدين بالأسماء، واتهم أحد القضاة بتستره على المتهم بسرقة القرن نور زهير، رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون مجددا يتصدر حديث العراقيين والرأي العام. هذه المرة الأمر مختلف تماما، أو مختلف نوعا ما، لكن كيف؟ هناك تسجيلات صوتية جديدة مسربة نسبت إلى القاضي حيدر حنون، تتضمن إحداها مكالمة هاتفية مع شخص ناداه بالحاج. تحدثا عن اعتراف سائق أقر بتلقي حنون مبالغ مالية وسيارة وأرض، أي بين قوسين تقاضى رشوة. لنستمع للتسجيل الصوتي المسرب الذي لا يعلم حتى هذه اللحظة ما مدى صحة هذا التسجيل. طبعا حق الرد أيضا مكفول لمن يود التوضيح، والقناة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا نتبنى أي تصريح سواء بالضد أو مع. أقول لك حاج، شهانا يا هل دمرنا وضيع حظ غير نورس ومشاكله وتصرفاته الغير مسؤولة. ياما وياما حذرته وحكيت ويا وفهمته، قلت له اهدأ لأن العيون مفتوحة علينا والحاقدين هواي ويعرفون بعمق العلاقة بينه وبينه. اشتغل بحذر ودير بالك. تعليه السائق مالته سلاكل يقول بالتحليل الاستاذ نورس والدوية هاي مره 750 مليون ومره 900 مليون لحيدر حنون، ومره وديت السياره الكاديلاك السوداء البغداد البيت حيدر حنون. شافوا اذا هو السائق مالته ما مسيطر عليه، وفضحنا ودهرنا ذهيره ما نخلي شيء ما نسولفه، وفتح لي باب على القاع اللي اخذته وبنيت بيها بيتي والليل كله ما نايم. تليفونات وترتيب وضغط حتى اجيب الدعوه لبغداد حتى اسيطر على الموضوع. كان انت تدري انا مو كل القضاة علاقتي بيهم زين، من ايام ما كنت قاضي بالميمونه وراها جيت العماره، وهواي اكو ناس ما تدري للخير. والله وقعني في هذا الطفقه نورس، وصلت له انا خبر وفهمت، قلت له انكر كل شيء وانا اضبط لك الافادات وانا ارتب لك الامور قضائيه. انه ركب براسه ادله واعتراف على الموضوع الدقه مال بيت عبد الزهراء بالمحافظه. شاب هذا إنسان صحيح. إذن التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة النزاهة ذكر أن الشخص المعترف عليه فضح أمره عند التحقيق معه، وقال لهم أن القاضي حيدر حنون استلم مبلغا ماليا قدره 750 مليون دينار عراقي و700 مليون دينار أخرى، بالإضافة إلى سيارة نوع كاديلاك. أما التسجيل الآخر المنسوب لحنون يتحدث عن الصراع الشرس بينه وبين أحد القضاة قائلا: فلان حاط عقله وياي والمحققين يوصلوا له الأخبار أول بأول. أي بدأتك مثل ما أقول لك، شاحنا نشتغل وملفات هواي لكن مقيدين وضغوطات كبيرة، إن كان علي أو على أبو مصطفى. ما تعجب، ما تقدر تسولف لك سالفه لو تدز لك على زلمه الاحزاب يبلشون تليفونات، ولو يا الله سوي لنا طريق اوزن انطاب اوزن انطالع يتوسطون شيء هم يجون يتوسطون. وقاضينا انت تحرفات اضياء جعفر واحد زعقوط، بس هو اللي يتهم متفرد القرارات، وهو الله وكيلك مثل حلال الوقت. والله وقعتك مثل ما اقول لك، من توالي الوقت صار قاضي بيده فارغ مسيطر تامة على الهيئة والمحققين كلهم صايرين يمه بلامة، وخال عقله وياي ما أعرف بس عن اللي أعرف ما أعرف الله وكيلك ما أعرف يدور وراي أو يسأل وإذا ألقف لي محقق بأي موضوع أو أسأل على موضوع ثاني ألقاها الحق ضياع. إيه هم المحققين كلهم يمه، شي يصير يروحون يذبوها بحل. وهذا هو محاط هذا محمد بن جاسم العميري، وصار لك عصابة الدعاوى تختفي يمهم تنسحب من الهيئة للمحكمة ومن تسألي. تسجيلات صادمة نشرت السوشيال ميديا وضجت بها وسائل الإعلام، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى فتح تحقيق لمعرفة حقيقة هذه التسجيلات الصوتية المسربة. أما هيئة النزاهة فلم تسكت أيضا، أصدرت بيانا رسميا فندت به صحة المقاطع التي استمعنا إليها قبل قليل، وقالت أن هذه التسجيلات كاذبة مفبركة، والمتورط بها من تم ملاحقته من الفاسدين وجيوشهم الإلكترونية. والبيان هذا هو أمامكم على الشاشة كما تشاهدون،
بيان رسمي من هيئة النزاهة نفي وتكذيب. بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرة بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم بغض النظر عن من يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونية من جحورها لتقوم بفبركة مقاطع صوتية منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير على عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاطلاع بمهمتهم الوطنية. وفي الوقت الذي تدحض الهيئة في تلك القرى ألف الافتراءات والأكاذيب والأراجيف، على أي حال إلى نهاية ما جاء في هذا البيان الرسمي من هيئة النزاهة.